بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان هو الإمام بالحق، وقد صرح مرارا أمير المؤمنين عليه السلام بأن ابنه الحسن هو الخليفة من بعده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك ذكر عن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام، قال: ابناي هذان إمامان قام أو قعدا. فبعد أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن عليه السلام خطب في الناس، والناس غالبا بايعوه، ولكن هناك جماعة لم يبايعوا الإمام الحسن، والإمام الحسن لم يجبر ولم يكره أحدا على بيعته، ولم يأذن لأحد أن يكره أحدا على بيعته، كما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فرسول الله صلى الله عليه وآله سواء في مكة المكرمة قبل الهجرة أو في المدينة المنورة بعد الهجرة لم ينقل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أكره أحدا على الإيمان به، بل هو صلى الله عليه وآله أتى بالقرآن من عند الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يكره رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا على الإيمان به وبرسالته، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بايعه الناس ولم يبايع أفراد لم يأذن بأن يؤتى بذلك أولئك الأفراد لبيعته، حتى لم يأذن بأن اقترح بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عليه أن يأتوا بهؤلاء الذين لم يبايعوا عليا أن يأتوا إلى علي، لم يأذن بذلك صلوات الله على أمير المؤمنين. الإمام الحسن عليه السلام أيضا هكذا، لم يجبر أحدا على بيعته، ولم يأذن بأن إن أصحابه أحد منهم يجبر ويكره أحدا على بيعة الإمام الحسن. هذا هو أسلوب الوحي الإلهي، هذا هو أسلوب الأنبياء، أنه لا إكراه في الدين، لا يكرهون أحدا على أن يقبل الدين. نعم، الذي يقبل الدين هناك واجبات في الدين، هناك محرمات، هناك أحكام ككل أمر آخر، وفي المقابل معاوية ما ورد في التواريخ، في شتى التواريخ من المظالم التي صدرت من معاوية بالنسبة لمن لم يبايعوه، بالنسبة لمن لم يعتقدوا به، لا يستطاع أن يعد بالمئات بل بالألوف والألوف المظالم التي أوقعها عليهم وأمر بذلك. ورد في التواريخ أن معاوية عندما كان يرسل الأفراد إلى أن يطلب من الناس
ويأمر الناس يأمروا بالبيعة، يقول لهم ادعهم إلى البيعة لي. الإمام الحسن حتى لم يدع أحدا إلى بيعته، لم يطلب أحدا، نعم خطب وذكر مقامه من الإمامة. كان معاوية يقول ادعهم إلى البيعة لي فمن أبى فاقتله. بمجرد أن شخصا يأبى عن البيعة لمعاوية هذا جزاؤه القتل، هذا منطق معاوية، وبالنتيجة معاوية يعتبر نفسه، يعني يطرح نفسه كمسلم ويطرح ما يدعو إليه كإسلام. هذا الإسلام الذي لم يجبر أحدا رسول الله صلى الله عليه وآله على الإيمان به، معاوية هكذا، فمن أبى فاقتله، هذا أولا. ثم يقول وانهب الأموال ممن لم يكن دخل في طاعتنا. الذي يأبى من البيعة لمعاوية يقتل وأمواله تصادر أمواله. وأكثر من ذلك كما ورد في التواريخ، في مختلف التواريخ، أنه كان معاوية يأمر بالقتل بالسيف أو الحرق أو الدفن حيا. كانوا يهدمون الدور على العائلة الذين لم يرتضوا بالبيعة مع معاوية، رجال نساء أطفال يدفنوهم وهم أحياء. معاوية كتب رسالة بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه، وطلب معاوية من الإمام الحسن أن يبايعه، أن يبايع الحسن عليه السلام مع معاوية، وكتب إليه في الرسالة هذه الجملة، قال أنا أحق بالإمامة منك. معاوية يقول ذلك للإمام الحسن عليه السلام، يكتب ذلك، أنا أحق بالإمامة منك لأني أكبر سنا منك. هذا أي منطق؟ ليس إلا منطق الظلم. الإسلام بني على العدل، بني على التقوى، بني على الصلاح والخير، ولكن بني أمية وبني العباس باسم الإسلام طرحوا المظالم وعملوا بالمظالم، أنواع وأقسام من المظالم. ومعاوية يكتب لأنه أكبر سنا من الإمام الحسن فيكون هو أحق بالإمامة. الإمام الحسين سلام الله عليه في رسالة له إلى معاوية ذكر له أنكم تسملون العيون، يعني الإنسان الحي الذي كان لا يوافق مع معاوية، ولكن ومع ذلك ليس محاربا لمعاوية، لا، لم يرفع السيف في مقابل معاوية، مجرد أنه لم يقبل معاوية كإمام، لم يبايع معاوية، كانوا يدخلون حديدة في عينيه ويخرجون العينين هكذا، وربما كان يؤدي ذلك إلى موت الشخص بهذا التعذيب القاسي. الإمام الحسين كتب في الرسالة إلى معاوية ذلك، ومعاوية لم ينكر، لم يكتب إلى الإمام الحسين لا نفعل نحن ذلك. وهذه ليست قضية واحدة في مورد واحد أو عشرة موارد أو أكثر، لا، كانت من عادتهم ذلك، القتل، الحرق، الدفن حيا، سمل العيون، يعني كل ما يمكنهم من المظالم كانوا يعملون.
وبهذا المنطق كان يطلب معاوية من الإمام الحسن أن يبايع الحسن عليه السلام معاوية، لأن معاوية أكبر سنا منه. هذا وحده، هذه النقطة وحدها الموجودة في التواريخ ضمن الألوف من أمثالها، إذا تعرض على العالم، على العالم اليوم، حتى ينكشف معاوية كيف كان يفكر، كيف كان أسلوبه، لأنه أكبر سنا فهو أحق بالإمامة. هذا جزء من المنطق الذي بنى عليه بنو أمية وبنو العباس وأمثالهم. الإمام الحسن عليه السلام كان مواجها لمثل هذه الأفراد ولمثل هذه الأجواء التي كانت سائدة في بني أمية وأمثال بني أمية. هذا من واجب الجميع أن يعرض حتى تتم الحجة على الناس، حتى لا يبقى هناك شخص يوم القيامة يعتذر إلى الله عز وجل ويقول إلهي لم أكن أعرف، لم أكن أعلم، لأن لا يكون للناس على الله حجة. قل فلله الحجة البالغة، البلاغ المبين يصل إلى الناس. هذان الأمران فضائل أهل البيت عليهم السلام، وكل حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، كل ذلك فضائل. وال في المقابل بالنسبة إلى أمثال بني أمية وبن العباس، الرذائل التي في أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، كل ذلك رذائل تصدر منهم، يعرض هذان الأمران على العالم، يصل إلى العالم، المسلمين وغير المسلمين، لأن الناس كلهم هؤلاء مورد التكليف. الله عز وجل يأمر رسوله بأن يقول للناس جميعا: أيها الناس، معاشر الناس، كما في خطبة الغدير، الكل من البشر هم مورد خطاب القرآن الكريم ومورد خطاب السماء كلا. فهذا يعرض عليهم، على البشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالذي يكفر يكفر عن بينة، الذي يؤمن يؤمن عن بينة. وهذا شهر رمضان فرصة جيدة لكل الفضائل، ومن رؤوس الفضائل توعية الناس، تثقيف الناس، وصول ثقافة أهل البيت إلى الناس، ووصول من تسموا باسم الإسلام وهم أبعد ما يكون عن الإسلام من بني أمية وبن العباس وأمثالهم. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع في ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.